نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم، ونبدأها بالعناوين. قصف صاروخي يستهدف مدينة الباب يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين. عشائر حوران تدعو روسيا للوفاء بالتزاماتها وتطالب بانسحاب الميليشيات الإيرانية. استياء شعبي في مناطق سيطرة النظام بسبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء. مرحبا بكم. استهدفت مدينة الباب ليلا بعدة صواريخ أسفرت عن عدة إصابات بين المدنيين، وقال الدفاع المدني السوري إن مصدر القصف هي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شرق حلب، فيما لم تعلن أي من الجهتين مسؤوليتها عن القصف حتى ساعة إعداد الخبر. مراسلنا مالك أبو عبيدة زار المكان المستهدف وعاد لنا بالمادة التالية. نحن الآن وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، هنا الآن تم استهداف المدينة برشقة صاروخية ثانية لهذه المنطقة في أحد أسواق مدينة الباب. طبعا اندلعت حرائق في هذه المحال التجارية، وسارعت فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري لإطفائها كما نشاهد هنا في الصورة. يبدو هذا أحد المحلات التجارية اندلعت فيها النيران مرة أخرى بعد سقوط أحد القذائف. طبعا الرشقة الأولى سقط فيها عدد ضحايا من المدنيين بين جرحى وبينهم أطفال أيضا، ولا يوجد هناك أيضا حصيلة نهائية. هنا أحد قطع الصاروخ الذي سقط هنا لدينا، نعم هذه قطعة من الصواريخ التي استهدفت مدينة الباب، والتي تقول بعض المصادر أن مصدر القصف هو محطة رادار إشعال غرب المدينة والذي تسيطر عليه قوات النظام. طبعا المنطقة شهدت تصعيد خلال الفترة الماضية. هنا كما نشاهد قطع من الصواريخ يحملها المدنيين، هذه الصواريخ هذه استهدفت هذه المنطقة، المنطقة التجارية، المنطقة السوق. هنا طبعا ما زالت الأبخرة والدخان يتصاعد من هذه المحال التجارية بسبب اندلاع الحرائق فيها، وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على تلك الحرائق. طبعا الدخان وهذه الأبخرة سامة جدا ومزعجة ومخرجة مخرجة للتنفس والجهاز التنفسي. كما نشاهد الآن فرق الدفاع المدني تحاول إطفاء الحرائق هنا في هذا المحل التجاري كما يظهر في الصورة لدينا. نعم، إذن 10 صواريخ تقريبا استهدفت مدينة الباب منذ في أقل من نصف ساعة، أسفرت عن أضرار مادية كما تشاهدون في الصورة، وأسفرت أيضا عن سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين. طبعا هذه الصور الأولية فور وصلنا هنا إلى هذه المنطقة، كانت النيران مشتعلة وعمل الدخان متصاعدا من هذه المحال التجارية قبيل قدوم فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء. كان معكم مالك أبو عبيدة من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. ينضم إلينا المحلل السياسي طه عودي أغلو من إسطنبول. أهلا بك سيد طه. بداية، يعني لماذا تتكرر عمليات الاستهداف للمناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمال حلب؟ يعني أنا أتذكر يعني بعد فترة كتبت قليلة تابعنا أن هناك صارت الهدوء، ولكن خلال الأيام الأخيرة شاهدنا هناك تصعيد كبير، وهذا التصعيد خاصة قوات سوريا الديمقراطية ضد مناطق سيطر عليها أنقرة، وكانت هناك كما أعلنت تركيا استهداف قاطعة دمية في اتجاه منطقة درع الفرات، ودرع يعني وجدت مناطق كانت في إطار التصعيد الحاصل في المنطقة بشكل عام، وأيضا يستغل قوات أو تستغل قوات سوريا الديمقراطية هذا التصعيد ضد نظام روسيا من أجل الضغط على نعم، لكن يعني الرد التركي هل هو كافي اليوم لردع الجهات التي تقصف ريف حلب؟ يعني وزارة الدفاع التركية أعلنت هناك تم تقصف مواقع تابعة لتنظيم يديك، وخاصة يعني بعد هذا مقتل المدنيين، وأعتقد أن العمليات ما زالت مستمرة هناك حتى هذه اللحظة. تصعيد يدور ما بين الطرفين،
ولكن التصور الخير كافي، يعني بسبب ان هناك ما شاف في التصعيد وعلى كافه الاصعده او على عده محاور ان كان من قبل رسم الجهات الصاعد وحتى من قبل النظام وايضا قوات سوريا الاقتصاديه. تركيا تحاول تعيد الامل انه هناك ضغوط عليها دفع الى هذا النظام قاع والدخول في مواجهه هي في غنى عنها في هذا الوقت. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي طه عودة أغلو، كنت معنا من اسطنبول. اعتبرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض عضلاته في سوريا محاولا تأكيد سيطرته على بعض العمليات العسكرية فيها لاختبار رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بنت. وأوضحت الوكالة أن العلاقة الخشنة بين روسيا وإسرائيل قد تذهب أبعد من إشعال التوترات مع بنت، وقد تجبر إسرائيل على تغيير مسارها لمنع إيران من زيادة نفوذها الإقليمي، مضيفة أن موسكو تقوم بتكثيف فرق الدفاع الجوي لنظام الأسد للحد من الغارات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية بهدف الحصول على تعهد من بنت بتنسيق الغارات مع الجيش الروسي. أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المدنيين في درع البلد وأحياء أخرى يتعرضون للحصار والتهجير والسلب. وقالت مفوضة حقوق الإنسان ميشيليت باشيليت في بيان أن المدنيين لا يستطيعون مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه القوات النظامية بشكل مشدد. وأشارت باشيليت إلى أن قوات النظام سرقت الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لما يقل عن 9 منازل، خاصة في أثناء عمليات تفتيش نفذت يومي 30 و31 من تموز في درع المحطة. هذا ولم يصدر أي تعليق من حكومة النظام حيال اتهامات الأمم المتحدة حتى ساعة إعداد الخبر. أصدرت عشائر محافظة درعا بياناً طلبت فيه بسحب الميليشيات المدعومة من إيران من درعا وفك الحصار عن المدنيين، كما استنكرت العشائر تلويح النظام بالتهجير الجماعي. وطالب البيان روسيا بالالتزام بتعهداتها الدولية. وعليه فإننا نطالبهما بما يلي: فك الحصار عن درعا البلد، وإيقاف كافة الأعمال العسكرية على أرض حوران فورا، فك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لدرعا، وقف تمديد الميليشيات الإيرانية وحزب الله في الجنوب تحت أي مسمى، إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش فوراً، الالتزام الضامن الروسي بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في عام 2018. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران من الحدود السورية الأردنية. أهلا بك سيد أبو محمود، لو تضعنا في تطورات الأوضاع في درعا اليوم. نعم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين لقناة حلب. كما شاهدتم يوم أمس عشائر حوران قالت كلمتها وأصدرت بيانها بخصوص التطورات الأخيرة من استخدام التعزيزات والحصود العسكرية للفرقة الرابعة والتاسعة والفرقتين الأولى والعاشرة. هذه التعزيزات التي جاءت الى مصيبة عندنا تزامنا مع التهديدات التي اطلقها اللواء حسان لوكا ضد اهالي درع البلد باقتحام درع البلد بقوه في حال عدم الرضوخ بمطالبه بتكثيف جميع المنازل في درع البلد، بالاضافه الى تسليم كافه السلاح المتواجد في هذه المنطقه واعتقال المطلوبين. هدد هذا اللواء، ولذلك خرجت احساء الثوران في بيانها استنكروا هذا الحصار، استنكروا ورقم التهديد ايضا بالتهجير الجماعي. فهذا يعني حقيقه طالب الاهالي وناشدوا الحكومه والسلطات الاردنيه بفتح ممر امن لاخراج العائلات من درع البلد والاحياء المحاصره. ناشدوا الاردن بتحمل مسؤوليات وكل خطر الميليشيات الايرانيه التي جاءت لترتكب المجازر بحق المدنيين والاهالي في درع البلد. لا تزال الميليشيات الفرقه الرابعه تكتب بين
وسط منازل المدنيين، فجر اليوم قامت ميليشيا الفتى الرابعه باستهداف مأذنه مسجد سعد بن ابي وقاص بشكل مباشر باستهداف الرشاشات الثقيله في حي طريق السد. يعني سيد ابو محمود، هل من جديد في المفاوضات بين اللجان المركزيه والنظام؟ نستطيع القول ان المفاوضات انهارت قبل يومين بسبب تعنت الأجهزة الأمنية وبسبب تهديد اللواء حسام لوقا، لكن حتى الآن لا جديد فيما يخص المفاوضات. اللجان المركزية تسعى إلى التهدئة وتسعى إلى وقف الحرب، وقالت أننا لا نريد الحرب، لا نريد التصعيد ولا نريد الدماء، وإذا كان ولا بد يعني وفرضت علينا الحرب أبناؤنا جاهزون للتصدي وتصدوا سابقا لهذه الميليشيات. أشكرك جزيل الشكر أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من الحدود السورية الأردنية. بدأت ميليشيات إيرانية بتأهيل مطار زراعي في دير الزور لاستخدامه لأغراض عسكرية، وقالت شبكة فرات بوست الإخبارية أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بدأت بتأهيل مطار الحمدان الزراعي بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور لاستخدامه كقاعدة جوية للطائرات المسيرة. وأشارت الشبكة إلى أن الميليشيات الإيرانية استهدفت بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة الشهر الماضي منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، الأمر الذي دفع القوات الأمريكية للرد على مصادر النيران. مشاهدينا، هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. برشلونة يعلن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي. بين الخبر والخبر تنتشر العديد من الروايات، وربما تكون الصورة غير واضحة. في برنامجنا المشهد الأسبوعي نرصد لكم من خلال شبكة مراسلين المواضيع التي تهم السوريين داخل البلاد وخارجها، لنقدم لكم الخبر دون تحيز ونكون أقرب إليكم وتكونوا أقرب إلى الحدث. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. وصفت صحيفة الوطن الموالية للنظام وضع الكهرباء في المدن السورية، وصفته بالكارثي. هذا وعللت وزارة الكهرباء في حكومة النظام زيادة ساعات التقنين إلى انخفاض توريدات الغاز. أزمات عدة تشهدها مناطق سيطرة النظام، لعل أبرزها وأكثرها تداولا على ألسنة سكان هناك أزمة الكهرباء. الكهرباء أخرجت الجميع عن صمتهم في مناطق سيطرة النظام. صحيفة الوطن الموالية للنظام وصفت وضع الكهرباء بالكارثي، وتحدثت عن سخط شعبي بسبب فترة تقنين الكهربائي التي تصل في بعض المناطق إلى 14 ساعة متتالية مقابل ساعة أو نصف ساعة تغذية، معتبرة ذلك بمثابة فضيحة كبرى لوزارة الكهرباء. خطاب الصحيفة كان مرتفعا على غير المعتاد، كما أصوات المتواجدين في مناطق النظام لتعالوا انتقاداتهم الحادة التي وصلت حد الشتيمة لوزارة الكهرباء والقائمين عليها بحسب الوطن. تبريرات النظام لم تكن كافية لتقنع الأهالي. وزارة الكهرباء التابعة للنظام أعلنت عن تحسن ملموس في وضع الكهرباء وتخفيف التقنين، أمر لم يحصل أبدا واستمر الحال على ما هو عليه.
محطات التوليد بالمنطقة الجنوبية واللي هي طبعا محطة توليد دير علي واللي تشكل الدعامة الرئيسية حاليا في توليد الكهربائي في القطر، ومحطة توليد تشرين، هدول المحطتين اللي فصلوا نتيجة فصل محطة فصل خطوط التوتر العالي. تبرير آخر جاء للنظام على لسان مدير الإنتاج في مؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة للنظام، الذي أكد أن انخفاض كميات الغاز أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة. مناطق سيطرة نظام تخنقها الأزمات وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتنعكس فقط على الأهالي وأصحاب الدخل المحدود، وسط عجز من حكومة النظام عن إيجاد الحلول ووضع حد للأزمات. أعلن مسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام أن شركة روسية ستنفذ أعمال الصيانة في محطة تشرين الحرارية، وأن هناك تفاوض مع شركة إيرانية لصيانة محطة محردة على أساس المقايضة بالفوسفات. وبحسب مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوريد الكهرباء نجوان الخوري التابع للنظام، فإن المؤسسة تلقت 4 عروض من شركات تابعة لدول صديقة بحسب وصفه، من أجل إعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية استطاعة كل منهما 200 ميجاوات. صرح المدير العام لمشفى المواساة في دمشق زكريا الأمين بأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في حدوده الدنيا، مشيرا لانخفاض حالة الإصابة بالفيروس خلال شهر تموز مقارنة بشهري آذار ونيسان الماضيين. وقال الأمين في تصريح لوكالة أنباء النظام سانا أن مجموع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس والمقبولة في المشفى حاليا يبلغ 14 حالة موزعة بين غرف عزل وعناية، مؤكدا عدم ظهور أي بوادر لذروة رابعة للجائحة. طبعا يتناقض تصريح الأمين مع معلومات تحدث عنها عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس نبوغ العوة، الذي أوضح أن الإصابات بالفيروس عادت لتسجل أعدادا أكثر في العيادات، مضيفا أنه بحسب الأعراض الموجودة فالمتحور الهندي دلتا موجود في سوريا، وهناك تخوف من ازدياد العدوى به. أقرت رهان مصطفى الرئيسة المشتركة لمنسقية الجامعات في الإدارة الذاتية إن الجامعات في مناطق سيطرة قصد لا تحظى بأي اعتراف رسمي خارج هذه المناطق. رهان أشارت إلى أن جامعات شمال وشرق سوريا تسعى منذ تأسيسها لعقد اتفاقيات تعاون واعتراف مشترك بينها وبين جامعات عربية وعالمية لتطوير العلاقات ولتبادل الخبرات الأكاديمية، إلا أن المحاولات لم تنجح، وبالتالي لا يمكن لخريج الجامعات في مناطق قصد مزاولة العمل خارج المنطقة التي تسيطر عليها حاليا. من أجل دعم قطاع التعليم في الشمال السوري، وقعت منظمة رحمة بلا حدود مذكرة تفاهم مع جامعة حلب في المناطق المحررة. نتابع المزيد في التقرير التالي. هنا في الشمال السوري وقعت منظمة رحمة بلا حدود ممثلة بمدير المنظمة محمد ناصر بدوي مذكرة تفاهم مع جامعة حلب في المناطق المحررة ممثلة برئيسها الدكتور عبد العزيز الضغيم، وذلك من أجل دعم قطاع التعليم الجامعي في المنطقة. مذكرة التفاهم الجديدة هي لتأكيد على استمرارية دعم منظمة رحمة بلا حدود مع الشريك الاستراتيجي التعليم بلا حدود، دعم التعليم العالي في المناطق المحررة وخاصة جامعة حلب. تضمنت المذكرة التأكيد على استمرارية دعم منظمة رحمة بلا حدود لقطاع التعليم العالي في المناطق المحررة وتقديم المنح الدراسية للطلاب، بالإضافة للمساهمة في إنشاء أبنية جديدة وتأسيس مختبرات تحتاجها الجامعة. اليوم عندنا توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مع منظمة رحمة بلا حدود. في الحقيقة منظمة رحمة بلا حدود بتعاونها مع جامعة حلب هي موقف كان أكثر من رائع، وموقف مؤثر وموقف داعم وموقف مكن جامعة حلب من الاستمرار في عملها من حيث الدعم المتواصل عن طريق مؤسسة مداد تعليم بلا حدود. كانوا شركائنا في العمل التعليمي في جامعة حلب، مكنونا من الاستمرار، مكنونا من الصمود، مكنونا من التوسع في مرافق
يعني كليات ومعاهد الجامعة. جامعة حلب تتطلب الكثير ومن أهم الداعمين لجامعة حلب بعد أقساط الطلاب طبعا هي منظمة رحمة بلا حدود ومؤسسة التعليم بلا حدود مداد. من خلال مذكرة التفاهم طبعا والتعاون هي عبارة عن تأكيد لما تم سابقا من دعم ومواصلة الدعم وعقد مؤتمرات المناصرة لصالح التعليم العالي في جامعة حلب. قمنا بمؤتمر مناصرة منذ شهور لمنح الطلاب، وعندنا مؤتمر قادم في نهاية شهر آب الحالي أغسطس لأيضا دعم التعليم العالي والتعليم في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام. منذ تأسيسها عام 2016 واجهت الجامعة عقبات عدة استطاعت التغلب على بعضها، فيما لا تزال تواجه الكثير منها أبرزها مسألة التمويل، لكنها في الوقت نفسه شهدت تطورا كبيرا على صعيد عدد الطلاب وعدد الكليات والأقسام، إلى جانب الدور الاجتماعي والثقافي الذي تقوم به في المنطقة. حرفة الفخار حرفة أبدع فيها مصطفى محمد ديب، إذ يحول الصلصال إلى قطع فنية جميلة، إلا أن عمله يواجه صعوبات بسبب قلة توفر المواد الأولية وعدم وجود طرق للتصريف. هلأ الفخار علاقته بالإنسان علاقة قديمة جدا، علاقة التاريخ، يعني علاقة قدم الأمم. أصلا هو عبارة عن يعني معطيات أو فنيات بتكون موجودة وبيطورها الإنسان من قديم الأزل حتى الآن، بيربط فيها الماضي بالمستقبل. هي عبارة عن تأثيرات فنية مكنون فيه، بيكون حب بينه وبين الصلصال، بما أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من الصلصال، فهناك علاقة كتير كتير قوية بيني وبين الصلصال. تطور هذا الشيء من خلال أنه تعميق العلاقة مع الكتلة الطينية اللي هي الناس بتقول عنها خرسة. أنا بالنسبة إلي في لغة بيني وبينها، هاي اللغة طبعا ما حدا بيفهمها غير اللي بيتعمق واللي بيعشق الطين. في لغة تتجسد طبعا عبر الأيام، عبر أنه أنك تتعمق في هاي الكتلة. أنا كنت لما أهرب من واقعي أهرب لهاي الكتلة وأحكي أنا وياها وأتعامل أنا وياها وأصنع وأتفنن. طبعا الفنيات تبعك بتطلع بتتمخض بهذا الوقت الصعب وبهي الظروف الراهنة، بتمخض معك أو بيخلق معك أمور إلى علاقة بالوضع الراهن، مثلا بالوضع اللي أنت فيه بيطلع معك شيء مثلا عن المعتقلين، بيطلع معك شيء عن الناس المهجرين قسرا مثلا، بتشتغل مثلا لوحة بتجسد الخيام، النزوح، القصف، الأمور اليومية اللي أنت عم تعيشها. أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قائد فريق القدم ليونيل ميسي سيغادره. وقال النادي الإسباني في بيان رسمي أن الطرفين يأسفان بشدة لاستحالة تلبية رغبات اللاعب والنادي في النهاية. وتابع البيان يعبر برشلونة من أعماق قلبه عن امتنانه للاعب لمساهمته في تعظيم النادي، ويتمنى له الأفضل في مستقبله وفي حياته الخاصة والاحترافية. بهذا الخبر المشاهدين نصل إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.